نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. والنهاردة يوم مهم جدا لأنه السيد الرئيس بيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة رقم 70. طبعا على هامش الزيارة كان في لقاءات بعدد كبير جدا من السادة رؤساء ورؤساء الحكومات ورؤساء شركات المتواجدين في الفترة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتفاصيل أكثر حول اللقاء والزيارات وفي نفس الوقت الكلمة والخطاب اللي بيلقيها النهارده السيد الرئيس. بيسعدنا ان احنا نلتقي مع الكاتب الصحفي ورئيس نائب رئيس تحرير حريتي ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية الكاتب الصحفي الأستاذ حسام فاروق. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. خليني قبل برضو ما ابدا اقول النهارده في لقاء للسيد الرئيس اجراه في سي ان ان المفروض ان هو هيتذاع الساعه 1 بتوقيت الولايات المتحده الامريكيه، الساعه 7 بتوقيت القاهره. تمام. فاعتقد انه ده لقاء مهم جدا يعني طبعا. جميع المفروض شوفي هقول لحضرتك على حاجه، هو زي ما حضرتك تفضلتي هو النهارده بعد الظهر بتوقيت نيويورك الرئيس هيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين. قبل ما نتكلم عن كلمة السيد الرئيس خلينا نتكلم على اللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام الغربي أو للإعلام العالمي. مهم جدا يعني كان مثلا حواره لوكالة أسوشيتد بريس وحواره لسي إن إن الأمريكية. أنا أتخيل أنه ده بيساهم أكثر في توضيح الصورة طبعاً. للأسف الشديد في الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الداخل المصري وده بتبقى معمولة للأسف بأصل يعني لك أن تتخيلي أن المال السياسي الذي يشتري صفحات في مثلا في الجارديان، المال السياسي الذي يشتري مساحات تكتب فيها مقالات مسمومة تبث عبر جرائد عالمية، لكن أن تتخيلي وجهات النظر اللي للأسف الشديد كانت فيها بعض السخف أو الكثير من السخف مثلا في واشنطن بوست خلال الأيام خلال الأسابيع اللي فاتت. فمهم جدا أننا نخاطب الإعلام الغربي بنوع من المكاشفة. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطبعه هو شخص مكاشف وشخص صريح، فهو يتحدث بمنتهى الصراحة. إحنا عندنا في مصر خطر 1 2 3، احنا بناخد اجراءات 1 2 3، الارقام اللي حضراتكم بتقولوها وبترددوها دي ارقام مغلوطه والارقام الصحيحه كذا وكذا وكذا. فمثل هذه اللقاءات مهمه جدا لانه بالمناسبه الراي العام العالمي مش ضد مصر ولكنه للاسف هو يحشد ضد مصر او يعني تواجه لصوره مغلوطه. بالظبط، هو بيحكم على الصوره المغلوطه اللي عنده المتاحه ليه. فبناء عليه احنا الحقيقه بنبقى في حاجه ماسه جدا لانه يبقى عندنا الرأي المصحح او الرأي المقوي. بصراحه يا استاذ حسام ده مش دور بس الرئيس، دور يعني الاعلام صحيح صحيح المصري دور الاعلام ودور هيئه الاستعلامات ودور مكاتبنا في الثقافيه في السفارات هناك، ولكن انا بقول انها فرصه طبعاً. انه رأس الدوله موجود، فهو يعني اذا لم يكن رأس الدوله الذي يرد فمين اللي هيرد؟ فهو الحقيقه كمان حتى بيخرج يعني تعقيبات. انا بهتم اكثر بتعقيبات المحاورين الاجانب على هامش اللقاءات دي، فهم بيفاجئوا بشخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هم حتى اعتقد ان في اسوشيتد بريس قالوا ان هو رجل واضح وصريح ومرتب وعنده ردود جاهزه، بمعنى ان هو ما فيش حاجه يخبيها. فانا اتخيل ان ده مهم جدا، واعتقد انه ربما كمان بعد القمه ربما يكون في لقاءات تانية يعني. تعليقا او تعقيبا على كلام حضرتك، برضو المذيع اللي قام باجراء اللقاء في السي ان ان برضو اشاد بهذا اللقاء وقال انه مهم ان كل الناس يعني كل الناس المهتمه تتابع هذا اللقاء لانه لقاء هام وبيوضح الكثير. شوفي اقول لحضرتك على حاجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو شخص بالاساس شخص بجانب انه شخص عسكري ملتزم ومنضبط، فهو شخص معلوماتي، هو شخص لديه حرفية المعلومة. يعني أنا أذكر مثلا بالأمس هنري كيسنجر بعد لقائه برئيس عبد الفتاح السيسي قال إن أنا تقابلت مع شخصية ملمة بالأخطار المحيطة بالمنطقة بل وبالعالم. يعني تعقيبه إن هو الراجل ده واخد باله من اللي بيحصل واللي هيحصل، وده هنري كيسنجر عراف السياسة الدولية. فأنت متخيلة؟
فأنا أتخيل إن المعلومة مهمة طبعا. يعني كون إن مثلا واحد يطلع يتكلم ويسترسل والناس لطيفة، لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى لما اتكلم عن اللاجئين وإحنا في الإسماعيلية في لقاء الرئيس بأسبوع شباب الجامعات العاشر، الرئيس قال لنا، قال للحضور، قال يا جماعة أنا اتفرجت على تقرير تلفزيوني شاب سوري بيقول إنه الدول الأجنبية فتحت أبوابها لينا والعرب خزنونا. قال أنا مقدر موقفه ومش زعلان من اللي قاله، ولكن أنا عايز أقوله وأقول لغيره إن مصر فيها 5 مليون لاجئ ما بين سوري وعراقي وليبي ويمني وإريتري وجنوب سوداني، عد أكتر من 5-6 جنسيات. قال وأنا ما بقولش لاجئين، أنا بقول أشقاء، بنعاملهم على إنهم أشقاء فعلا، ومش قاعدين في مخيمات ومش عندهم أماكن إيواء، دول عايشين معانا منخرطين في المجتمع، ده في اللي حصل ويشربوا معانا. بمناسبة بياكلوا ويشربوا، وفي القمة المنعقدة حاليا الرئيس تحدث في أكثر من لقاء، مثلا مع صندوق النقد الدولي، مع رئيس صندوق النقد الدولي، مع بان كي مون، مع شخصيات، مع ميركل، فيما يخص أزمة اللاجئين. وقال مثلا إن مصر تتحمل عبء، وهي عندها يعني عبء زيادة طبعا. وهم بيدخلوا المستشفيات وبيتعلموا زيهم زي المصريين، ولم تطلب الدولة المصرية من أحد إن دعم علشان اللاجئين اللي جولنا، يعني احنا بنتحمل ده واحنا عن طيب خاطر. وملف اللاجئين ده بالمناسبه من اهم الملفات اللي مطروحه حاليا في الامم المتحده اعتقد. طيب نبدا نتكلم على اللقاءات وما دار في اللقاءات، ولا ندخل على كلمه السيد الرئيس اللي هيلقيها النهارده؟ زي ما تحب يعني. خلينا نتكلم مثلا في اللقاءات ونختتم بالكلمة. شوفي، هو خلال الأيام اللي فاتت الرئيس سافر أول يوم العيد الخميس، خميس جمعة سبت حد، النهاردة الاثنين رابع يوم، الرئيس أجرى ما يقرب من 25 لقاء ما بين رؤساء دول ورؤساء حكومات ورؤساء شركات ومستثمرين وممثلين ماليين دوليين، رؤساء، رئيس البنك الدولي، واتقابل كمان مع نواب في الكونجرس، مع مفكرين، مع شخصيات سياسية أمريكية ذات ثقل في المجتمع الأمريكي أو في المجتمع العالمي بشكل عام. في كل المحاور أو في كل الأحاديث التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يجريها على هامش اللقاءات، كان الهدف الأساسي أنه يوضح ما تفعله الدولة المصرية حاليا، ويوضح الصورة الحقيقية للداخل المصري. إحنا عندنا إرهاب بنحاربه في الحدود مع قطاع غزة في سيناء، وفي الحدود الغربية مع ليبيا، وفي نفس الوقت بنشتغل بالتوازي، وهذه سياسة القوات المسلحة أو الشخصية العسكرية، إنه يعمل حاجات بشكل متوازي مع بعضه أفقي. وفي نفس الوقت عندنا محاور للتنمية بنعملها، عندنا مشروعات عملاقة. لما أعتقد رئيس وزراء هولندا قال له إننا مبسوطين من المشروعات العملاقة، فقال له مش بس العملاقة، قال له إحنا كمان عندنا صناعات صغيرة وصناعات متوسطة وبنعمل كذا وكذا. لأن كل الرؤساء اللي قعدوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كلهم بلا استثناء، بما فيهم بان كي مون وشخصيات العامة، كلهم هنقوه بمشروع قناة السويس الجديد باعتباره نقلة نوعية في الملاحة الدولية وفي الاقتصاد العالمي، وإنها زي ما كنا بنقول ما كانتش كلمة اعتباطا، هدية مصر للعالم، مش كلمة مثلا زينة أو ديكور، دي كلمة حقيقية، إنها بتساهم بجزء كبير جدا في تنشيط الملاحة الدولية طبعاً. كلهم باركول، وكانوا بيتكلموا عن المشروعات العملاقة والخطوات، الاقتصاد الذي ينمو بنسبة دلوقتي 4.2 في المقابل كان 2 وكسور 2014-2015. فالرئيس قال لي احنا كمان عندنا اهتمام بالصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة. الرئيس كشف تقريبا في اللقاءات الاقتصادية، كشف عن الإجراءات والتدابير اللي بتاخذها الدوله والتشريعات اللي بتسنها الدوله في سبيل تسهيل الاستثمار في مصر، وميزه الشباك الواحد للمستثمر الاجنبي. اتكلم كمان عن الشراكات والمشروعات اللي اتفق عليها وما نفذ منها في قناه السويس الجديده، في المؤتمر الاقتصادي اللي عقد في مارس، واتكلم كمان عن مشروع
محور قناة السويس والست مواني الكبرى العين السخنة و... و... وبورسعيد شارع بورسعيد والعين السخنة في اللقاءات الاقتصادية. فيما يخص بقى اللقاءات السياسية مع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، في عايز اقف مع لقائه مع رئيس الوزراء الاثيوبي ده مهم جدا، هيلاري مريم دي سالين، اتكلم على انه اول حاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال له احنا مهم جدا ان احنا نلتزم باتفاقيه الخرطوم اللي احنا وقعناها، انه انا عايز حضرتك عايز تنمي اثيوبيا ده احنا موافقين ونساعدك، لكن مفيش بدون ضرر دون ضرر بحصه مصر من الماء من مياه النيل، وده امن مائي يعني امن قومي. الكلام لطيف جدا، الراجل قال له احنا مع ده سد النهضه ده سد خير للمنطقه كلها، احنا نامل ذلك. ده كان محور اللقاء الاساسي فيما يخص مثلا رئيس وزراء اثيوبيا. الرئيس تحدث مع ميركل على كيفية، قبل ما نطلع من صدر نقطة سد النهضة ولقاء السيد الرئيس مع رئيس وزراء أثيوبيا، على ذكر الكلام كمان البابا توادروس في أثيوبيا وبرضو أيضا بيلقي كلمة. دي زيارة على فكرة كويس إن حضرتك لفتت النظري، دي زيارة خارج الأطر الرسمية، هي زيارة دينية. هو بمناسبة الاحتفال ببداية السنة بالضبط كده، في علاقات بتربط الكنيسة في أثيوبيا بالكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وعلاقات من الستينيات. تمام، هذه زيارة روحية، زيارة دينية، زيارة خارج الأطر الرسمية، ولكن البابا توادروس هو رجل بالأساس رجل مصري، هو قبل أي حاجة فهو مصري. حتى أنا أذكر ليه الكلمة الشهيرة لما قالوا ده هم بيهدوا الكنائس بيحرقوا الكنائس أو بيدوا، قال لهم وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. طيب ده عمل سبورت لما ينادي به الرئيس ولتدعيم العلاقات بين الشعبين. هو بصراحة يعني اللي يلاحظ كده ويبص على الخريطة يلاقي ان التحرك مصر دوليا على اعلى مستوى، يعني سواء زيارات السيد الرئيس قفزات كبيرة. السياسة الامريكية قالت عليها ايه؟ قالت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بسياسه الصدمات الكهربائيه اللي هو التحرك من الشرق للغرب. لا ومش بس كده، وبيحدث دوي يعني يحدث دوي في السياسه الخارجيه. الحقيقه اتفضلي، ده الحقيقه يعني مبهر جدا، يعني اللي بص احنا فعلا مصر ابتدت تنشط بشكل كبير. صحيح. قوي، وابتدت ترجع علاقتها بكل دول العالم. مش بس كده، نقول كمان الخارجيه المصريه ورجال الدوله المهمين زي مثلا بابا توادروس وغيره من الشخصيات الهامه ليهم دور فعال واساسي في الفتره الحاليه اللي احنا بنمر بيها، وبيساهموا بشكل كبير جدا في حل كثير من الازمات. على ذكر برضو النهارده اعتقد الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهوريه بيشارك في القمه اللي دعا عليها اوباما اعتقد لمحاربه التطرف والعنف والافكار العنيفه زي ما بيسموها على الترجمه يعني. ده برضو دور ديني. هيرجعنا تاني لحديث الرئيس مع ميركل. الرئيس اتكلم المانيا، خد بالك فيها برلين ولندن من العواصم اللي مستوطن فيها قوي قيادات التنظيم الدولي للارهاب وللاخوان والعناصر دي، وبيحصل فيها حراك كتير، والتمويل بيجي من هناك بالمناسبه، وبيجي للدول العربيه وبيجي في شكل بضائع وحاجات غريبه كمان في اقتصاد هذه الدول. صحيح. اللي بيحصل هو الرئيس اتكلم فيها في قال لهم اعتقد ان انتوا شفتوا دلوقتي ان في ارهاب، والارهاب ده خطر محدق مش بس بهدد المنطقه العربيه والشرق الاوسط، لا هو على حافه حدودكم. فشرح لها يعني رؤيه الدوله المصريه في محاربه الارهاب انه مش بس بالتدخل الامني والعسكري، لا ده تدخل فكري وتدخل اقتصادي. يعني مثلا اللي واتكلم ربط الموضوع برضو باللاجئين، قال يعني اللاجئ ده بيهرب ليه؟ بيهرب اما لانه مش امن، شايف ان في ناس بتقتل وبتدبح فبيمشي، واللي بيقتل وبيدبح ده ليه؟ سببه ان في تطرف ديني طبعا، داعش ومش عارف ايه والمسميات الغريبه دي، او انه هو مش لاقي ياكل فعايز يهرب. فالسبب اللاجئين وسبب سبب الهجره برضو في داخل في التطرف الديني والارهاب. فبناء عليه احنا عايزين اننا يعني نتبنى منظومه كامله لمعالجه الارهاب، مش لا تقف بس عند التطرف عند الحل الامني او العسكري، بل يدخل فيها الجانب الاقتصادي والجانب الفكري وتصويب الخطاب الديني والفكر عموما، خاصه ان معظم مثلا دولة زي مصر
في يعني اكتر من تلت الشعب المصري هو من الشباب، وهو ده للاسف هو النواه او البذره اللي دايما بتستخدم كشراره من جانب التطرف. فاتكلم معها في محاربه الارهاب، وهي الحقيقه ميركل تفهمت وقالت انها موافقه على كل الكلام ده. ده مثلا لقائه مع ميركل كان الاساس، وشكرها رئيسها فتح السيسي على اولا على حاجتين، على التمثيل المشرف ليها في اعتقد كان وزير اقتصاد ومستشارها اللي حضر افتتاح قناه السويس، وشكرها ايضا على موقف المانيا الانساني في ازمه اللاجئين. عظيم. طيب بالنسبه للاستثمارات او مردود الزياره اقتصاديا على مصر، وخاصه ان السيد الرئيس التقى بعدد كبير من رؤساء الشركات اللي اصلا متواجده حاليا وعندها نشاط في مصر، والتقى باخرين ياملوا ان هم يبقى عندهم نشاط اقتصادي. شوف هقول لحضرتك على حاجه، الخط الاساسي لتحرك الدوله المصريه هو الاستقرار عن طريق التنميه. يعني انا عايز احقق استقرار وامن بالتنميه. والتنميه مش هتتحقق الا لما يبقى الاقتصاد قوي. ففي كل زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجيه دايما تلاقي المجموعه الاقتصاديه اساس رايحه معاه، المجموعه الاقتصاديه، وزير الاستثمار، وزير التجاره والصناعه، وزيره التضامن، مجموعه وزير التخطيط اللي هي منوط بيها الملف ده. واعتقد في الزياره الاخيره، الجوله الاوروبيه الاخيره، اعتقد اخذ معاه رئيس هيئه قناه السويس. الرئيس التقى مع عدد من رؤساء الشركات الامريكيه، والتقى مع اللقاء الاهم مع رئيس البنك الدولي. شرح فكره مصر في الخطوات القادمه ما بعد المؤتمر الاقتصادي. شرح ايه اللي مصر بتعمله علشان تجلب الاستثمارات. شرح اللي مصر بتعمله مش بس على سبيل اللي هو الحد من البيروقراطيه ولا شرح انها تشرع قوانين يكون من شانها انها تخلي مصر ارض جاذبه للاستثمار. شرح امكانيات الدوله المصريه على صعيد البيئه والبنيه والمناخ والامكانيات والموارد، اللي هو نوع من التسويق، التسويق المكشوف عن حقائق. واعتقد انه كمان ما تم تنفيذه برضو، شرح ما تم تنفيذه من المؤتمر الاقتصادي عفوا في مارس حتى الان. الرئيس البنك الدولي اشاد جدا بالخطوات المصريه في على طريق الاصلاح الاقتصادي. مثلا دعم الوقود، موضوع خفض الدعم، تقليل عجز الموازنه. برضو شايف ان الاقتصاد المصري بينمو السنه دي 2014-2015 او نما بشكل واضح اكبر بكتير من الفتره اللي فاتت. ومن المنتظر كمان في لقائه مع منتدى ديفوس، رئيس منتدى ديفوس، قال انه في التصنيف اللي جاي منتظر انه يرتفع ترقيم مصر او درجه مصر في التنافسيه. اعتقد في هيصدر في نهايه سبتمبر اللي احنا فيه ان شاء الله باذن الله. بنأمل خير باذن الله، ودايما يعني عندنا ثقه تامه في السيد الرئيس والمجموعه المصاحبه ليه. ولكن دايما كان بيكون في الحقيقه شكوى انه الوزارات او السادة الوزراء ما بيعملوش عمل جماعي يحقق، يعني كل حد عنده رؤيه لكن ما فيش رؤيه موحده لما هو القادم. لما بنتكلم على قانون استثمار موحد بقالنا قد كده بنسمع عنه، لغايه اللحظه اللي انا وحضرتك بنتكلم فيه لم يصدر الى الان، والسيد الرئيس بيتكلم على استثمارات وجذب استثمارات. ما ده دور مهم جدا لازم يقوم بيه السادة الوزراء، ده ما بيحصلش ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا عشان نعترف انه في واحد اعتقد ارسطو اللي قال ان، بس طبعا مش بعمم يعني، ان الحكومات لفظ تقيل، يعني الحكومات فاسده على طول العمر. يعني هو ده لفظ اللي هو عايز يقول ان مفيش حكومه في الدنيا كامله. فاحنا الحقيقه ما عندناش حكومات فاسده عشان نبقى واضحين. انا مش بتكلم، خليني اقول ايه، انا بقول رؤيه موحده تتناغم مع رؤيه السيد الرئيس. يعني دايما هو صحيح. ليه قفزات اسرع بكتير جدا وقت وتفكير وتنفيذ، وهم متاخرين. انا هقول لحضرتك طبعا انا موافق على الكلام ده، بس انا اقصد اقول لك انه ليست ثم حكومات في الكون كله بلا اخطاء. اكيد لازم نعترف بكده تماما.
ويعني مثلا حكومة المهندس إبراهيم محل لم لا أحد يختلف على وطنية هذا الرجل وحبه لبلده وتفانيه في العمل، ولكن هناك أخطاء. فأعتقد أن المرحلة اللي جاية الرئيس في اجتماعه عقب حلف اليمين هو يعني أكد على حاجة مهمة جدا، قال لهم أنا عايز المواطن اللي في الشارع يحس ان انتوا بتشتغلوا لاجله. انا بقولها بالعاميه، بتشتغلوا لاجله، يعني الاسعار، ملف الاسعار، ملف البطاله، ملف الاستثمار، ده شغل لوحده، تمام. فانا اتخيل انه ربما يكون الشغل الشاغل لحكومه المهندس شريف اسماعيل في الفتره الحاليه واللي جايه خلال الكام شهر اللي هي موجوده فيهم قبيل الانتخابات البرلمانيه، انها تتولى ملف الاستثمار ده، لانه هو وضع عصب الدوله. يعني انا عايز اجيب استثمارات علشان انا محتاج ده دلوقتي. الرئيس قال انا هعالج الوضع بالتنميه، هعالج هجيب الاستقرار بالتنميه. لما انا هنمي هيحصل استقرار، والاستقرار هيتم زي ما قلنا عن طريق اقتصاد قوي. الاقتصاد القوي يعني جلب استثمارات، يعني نجاح الاستثمارات المحليه. الاستثمارات مش هتيجي غير لما تبقى فيه مناخ وبيئه جاذبه. صحيح. وتسهيلات وحاجات كتيره جدا تخليها انها تيجي تستثمر في مصر. كلها دايره بتلف حوالين. حضرتك قلت كلمه كمان حكمه، كلمه كويسه جدا، ان هو الرئيس بيقفز، وان ربما تكون الحكومات اللي او الحكومتين اللي فاتوا مش ملاحقين عليه. لكن احنا خلينا ننتظر، احنا قدامنا 10 ايام على لسه ما كملناش 10 ايام يعني اسماعيل. وهي عندها ملفات، يعني اعتقد انها في الفتره اللي جايه هتكون معنيه بيها اكتر، منها اهمها الملف الاستثمار ان شاء الله. نقول هيدلاين سريعه للخطاب اللي هيقوله الرئيس النهارده، يعني ان شاء الله اهم النقاط اللي هتناقش من خلال ان شاء الله. بصي، هو دي المره الثانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعيه العامه. السنه اللي فاتت هو شارك في اجتماعات الدوره 69، ولكن كان شبه تعريف بشخص رئيس الدولة المصرية الجديد، وما يسمع وما يكتب عنه لازم يعرفوه الناس ويتكلموا. وكان أفضل تقديم، خاصة لفت نظر العالم في السنة اللي فاتت أنه حي المصريين من على منصة الأمم المتحدة مرتين. لا، هو يعني قالها وقالها تاني مرة، يعني قالها مرتين، بقولها بالتلاتة يعني، هو راح يا مصر ثلاث مرات بس قال الجملة مرتين. ده لفت نظر العالم ان هو شخص عنده اراده وعنده اصرار وعنده مشروعات وعنده طموح وبيثق في شعبه وشعبه بيثق فيه. هذه المره مختلفه جدا، مصر تستعيد دورها الافريقي، مصر تراس المجموعه الافريقيه في قمه الامم المتحده المعنيه بتغيير المناخ وحضرت اجتماعات. مصر تعيد رسم سياستها الخارجيه، فاعتقد الوضع مختلف. من اهم الملفات طبعا الملف الازلي اللي هو ملف القضيه الفلسطينيه، وموقف مصر واضح ان مصر مصره على اقامه دوله فلسطينيه على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه، ومصر بتبذل قصارى جهدها لعوده الاطراف لطاوله التفاوض. الملف الاقليمي، ما يحدث في ليبيا وفي العراق وفي سوريا، الملف دول الجوار والملف الإقليمي من الملفات المهمة جدا المطروحة. ملف اللاجئين وما يحدث، هو الاثنين مترابطين ببعض، لأن زي ما قلنا ده سبب لده أو ده نتيجة لده. وأعتقد أنه مصر ربما تتبنى أيضا عملية وجود شرق أوسط بلا سلاح نووي، وده كانت مصر في التسعينيات قدمت مقترح للأمم المتحدة، ومصر تسعى الآن لهذا، نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط. أنا أتخيل أيضا أن ملف الإرهاب سيكون برضو على من ضمن المحاور التي يتحدث عنها الرئيس، خاصة أن الإرهاب لم تعد هناك دولة في العالم بمعزل عن الإرهاب، زي ما شفنا أنه بيضرب في كذا مكان في العالم. أعتقد أيضا أنه هيبقى فيه عودة ل يعني او مطالبة بالتعاون، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي هيطلب المجتمع الدولي انه يتكاتف في محاربة الارهاب. في دول عالمية بتدعي انها تحارب الارهاب، وللاسف الشديد ربما تكون هي بتموله، فاحنا عايزين حل واقعي على الارض. صحيح.
لينا لقاء تاني يا فندم من خلال شرف. مصر جميلة شرف. بعد عودة السيد الرئيس أو بعد إلقاء الخطاب، بحيث إن إحنا نقدر نحلل مرة تانية الخطاب يعني تفاصيله أكتر. الأستاذ حسام فاروق نائب رئيس تحرير حرياتي ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية، شكرا لحضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا دايما في مصر جميلة. شكرا. خلصت حلقتنا النهاردة، بنشكر كل السادة المشاهدين اللي تابعونا، وإن شاء الله بكرة يوم جديد ومصر جميلة.